تحية رفاقية للرفيق معاذ الجحري نائب الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي وكذلك مناضل نقابي معروف. فاسم موقع النهج الديمقراطي الرفيق معاذ، شنو المعنى ديال التواجد ديالكم هنايا؟ خصوصا انه لاحظت هناك لافتة اسم النهج الديمقراطي، وشت المسيرة اللي هي فيها العشرات من اقول مئات ديال الالاف العمال والكادحين وجميع الشرائح المهمشة، وشت كذلك شعارات التوجه الديمقراطي. لكن انتم كنهج ديمقراطي، شنو المغزى ديال التواجد ديالكم هنايا؟ تحية للموقع. احنا كنهج ديمقراطي صدرنا نداء للمشاركة وإسناد ودعم المسيرة، وهو البيان الذي أو النداء الذي وزع في المناطق كما وزع في المسيرة. احنا هنا وبغض النظر على الطبيعة ديال القيادات والتوجهات المتنفذة في المركزيات النقابية، نحن نعلم ذلك جيدا. احنا هنا لان خصنا نكونوا هنا، لان كاين مطالب مشروعه للشغيله بوجه عام والطبقه العامله بشكل خاص، وكاين استعداد للنضال ايضا. وحنا ما خصناش، ما يمكننا الا نكونوا هنا، وما يمكن لناش نكونوا في معزل عن هذه النضالات والتطوير ديالها ايضا، والتطوير ديال الشعارات. وحنا نبغيو ناكدوا على من بين المطالب اللي ما يمكنش نسوها هي الإسقاط ديال أي مشروع ديال الإضراب الذي سيعرقل إن لم يكن يمنع من الناحية العملية حق ديال ممارسة الإضراب، وكذلك مشاريع جهنمية أخرى ديال تحت مسميات ديال إصلاح التقاعد والإجهاز على صندوق المقصة وغيرها. نحن أيضا كاينين هنا اليوم لأن نعبروا على واحد الإيمان عميق بالوحدة النضالية على طريق الوحدة النقابية، والجميع يعرف بالخصوص المناضلين النقابيين المزاه بأن هذه الوحدة هذه ستكون من صنع هذه المناضلين ومن صنع ديال هاد الشغيلة نفسها، وماشي بشكل فوقي ومعزول، بل بخضم ديال النضالات. نبغي نأكد بأنه التقسيم ديال الحركة النقابية في المغرب كانت واحد الخطة يعني جهنمية اللي اعتمدها المخزن من أجل إضعاف الحركة النقابية، وخص المناضلين اللي هما مخلصين للقضايا ديال الطبقة العاملة أنهم يديروا واحد الهجوم وحدوي من أجل المضي قدما نحو الوحدة النقابية. وأشكر. شكرا رفيق، اسم الموقع.